البنك الأهلي المصري أطلق حساب جديد. الحساب ده بيديك فايدة يوميا. يعني إيه يديك فايدة يوميا؟ يعني على نهاية اليوم على المبلغ اللي موجود في الحساب بيديك فايدة، تاني يوم بيحط الفايدة دي على حسابك ويبدأ يحسب في اليوم التالي. هنتكلم على تفاصيل الحساب، الحد الأدنى للحساب، الحد الأدنى عشان خاطر يحسب لك فوايد على الحساب بتاعك إلى جانب المصاريف اللي على الحساب، والفايدة بتختلف على حسب المبلغ اللي موجود في الحساب. ده إلى جانب بعض الخصائص الأخرى المهمة اللي لازم تعرفها عشان خاطر تقدر تقرر إذا كنت هتفتح الحساب ده ولا لا. ده إلى جانب هنوضح لك لو أنت عميل جديد إزاي تتعامل مع البنك وتفتح حساب من خلال الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري. خطوات بسيطة جدا لما بتخش على موقع البنك بتقدر تعملها. نقول بسم الله، ومعاكم دكتور محمد العجم ودي قناة صباح البنوك، وتعالوا معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودي قناة صباح البنوك. البنك الأهلي المصري طرح حساب جديد، الحساب ده بيسميه الأهلي اليومي. الحساب ده تقريبا ما شفتوش أنا في البنك الأهلي قبل كده، إن هو بيديك عائد على الفلوس اللي موجودة في الحساب بتاعك وبشكل يومي. عادة الحسابات اللي بتدي عائد يومي البنوك بتشترط فيها حاجة معينة. في البنك الأهلي المصري الفايدة بتوصل لحد 13%، لكن بتختلف على حسب الشرايح اللي موجودة في الحساب. الأول الحد الأدنى للحساب قد إيه؟ الحد الأدنى للحساب 500,000 جنيه، يعني بيبدأ يحسب لك فايدة لما الحساب يكون فيه 500,000 جنيه، والحساب ده متاح للأفراد والشركات وبالجنيه المصري، وتقدر من بعد 21 سنة تفتح الحساب ده. طب ايه هي خصائص الحساب؟ خصائص الحساب بيقول لك الحساب ده ولو نزل على 500,000 جنيه مش هتدفع المصاريف السنوية بتاع الحساب اللي هنجلها كمان شوية، ونقول لكم المصاريف قد ايه على الحساب. الحاجة التانية بتاخد عليها بطاقة الخصم، وبطاقة الخصم ده كتير مننا بيتلخبط ما بين البطاقات. بطاقة الخصم دي بطاقة خاصة بالحساب بتاعك، يعني تقدر تتعامل على الحساب، تقدر تزود الحساب بتاعك، تقدر تاخد الفايدة، فدي بطاقة خاصة بالحساب بتاعك، بعكس البطاقة الائتمانية البنك بيديها لك تسهيل عملية المشتريات وتسدد في الشهر التالي. ايضا بيتيح لك في الحساب ده ان يكون مشترك. يعني مشترك؟ يعني ممكن يكونوا 2 أو 3 ليهم نفس التعاملات بالظبط كأنه واحد بس. يعني ممكن تخلي اخوك، المدام، ممكن تخلي اي حد معاك يبقى شريك في هذا الحساب. فتح الحساب بيكون مجاني، يعني معلوش اي فلوس، ده فتح الحساب غير المصاريف اللي قلنا هنشرحها شوية، الى جانب الاشتراك في كل الخدمات اللي خاصة بالتعاملات عبر الانترنت، سواء كان الاهلي نت او الاهلي موبايل، او تقدر تعمل كشف الحساب الالكتروني. طب ايه هي المصاريف اللي على الحساب؟ المصاريف اللي على الحساب 400 جنيه سنويا. بتدفعها ازاي؟ كل 3 شهور بتدفع 100 جنيه. هل في مصاريف اخرى؟ في مصاريف اخرى اللي هي لو حبيت تاخد كشف حساب ورقي فده قيمته 75 جنيه، الى جانب بعض المصاريف الاخرى العادية اللي ممكن نفرد ليها حلقة اللي هي خاصة بكل الحسابات. يعني اي تعاملات انت بتعملها على حسابك، زي اصدار دفتر شيكات عليه مصاريف، زي بطاقة الخصم عليها مصاريف، زي حاجات وخدمات كتيرة جدا بتعملها على الحساب، كل شيء بتعمله على الحساب بتاعك لازم تسأل البنك عليه مصاريف ولا لا. ولو حابين حضراتكم قولولنا نجيب لكم كل التفاصيل اللي خاصة بالمصاريف على كل الحسابات، مش بس الحساب اللي معانا اليوم. طب ايه هي مصاريف الفايدة على الحساب؟ يعني ايه الفايدة اللي انا هاخدها من الحساب ده؟ احنا قلنا الحد الادنى 500,000 جنيه. من 500,000 جنيه ل2 مليون جنيه الفايدة بتكون 5%، ومن 2 مليون جنيه لحد 5 مليون جنيه الفايدة بتكون 7%، ومن 5 مليون جنيه ل 10 مليون الفايدة بتكون 12%، ومن 10 مليون ل 20 مليون الفايدة بتكون 12.5%، ولو المبلغ اللي موجود في الحساب أكتر من 20 مليون فالفايدة 13%. إزاي أقدر أفتح الحساب؟ لو أنت عميل في البنك والمبلغ متوافر تقدر تخش عبر المنصات الإلكترونية وتفتح الحساب، أو تقدر تزور الفرع التقليدي وتفتح الحساب، أو تقدر تزور الفرع الإلكتروني وتفتح حساب. طب أنا عميل جديد أول مرة أتعامل مع البنك الأهلي، تقدر تخش على موقع البنك الأهلي المصري زي ما هيظهر لحضراتكم دلوقتي، وتضغط على عميل جديد وتقرأ الخطوات. الخطوات بسيطة جدا، المهم أنك أنت لازم تكون داخل مصر. الحاجة التانية يكون معاك بطاقة سارية. الحاجة التالتة يكون عندك استعداد أنك أنت تروح لأقرب فرع ليك خلال 10 أيام، لأن بعد 10 أيام بيتم إلغاء الطلب.
التفاصيل موجودة على الموقع تقدر تقراها، وهنسيب لكم أيضا رابط في الوصف تقدر تقرأ كل الخطوات اللي خاصة بفتح حساب جديد مع البنك الأهلي المصري. هم تقريبا 7 خطوات، لو أنت اتبعتهم هتحط الرقم الموبايل بتاعك، بيجي لك رقم الاو تي بي، بعد كده بتحط رقم الاو تي بي، والارقام دي لازم تكون سريه مع نفسك بس، يعني بتحط الرقم، بعد كده بتحط رقم البطاقه، وبعد كده بتحط الايميل بتاعك اللي خاص، وبيجي لك ايضا رقم على الايميل بتحطه وتفعل حسابك وتمشي خطوه خطوه مع موقع البنك لحد ما تقدم الطلب. الطلب بتاعك هيبقى جاهز على التنفيذ، مجرد ما تروح بقى بنفسك وتقدم المستندات هيبقى معاك صوره ومعاك الاصل، هيبص على الاصل وياخد منك الصوره وعلى طول بيفعل لك الحساب. مجرد ما تروح الفرع تسال على مدير خدمه التجزئه، بعد كده هو بيحول لك للموظف المختص ويبدا يفتح لك الحساب. طب انا مش قادر اروح البنك وعاوز موظف يجي لي، ده برضو متاح، ولكن متاح في حالات معينه، لو السن بيتجاوز 60 سنه او الاناث او ذوي الهمم، بس يكون لديه القدره على القراءه والكتابه. وشروط الحساب: السن فوق 21 سنة، بتعرف تقرا وتكتب، معاك بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، ومتواجد داخل مصر عشان خاطر تقدر تروح وتفعل الحساب. خلاصة الحلقة: البنك الأهلي المصري أعلن عن حساب جديد، الحساب ده بيدي فايدة يومية بتبدأ من 5% إلى 13%، والحد الأدنى لفتح الحساب وحساب العائد 500,000 جنيه، وبتقدر إنك أنت تتواصل مع البنك عبر الانترنت البنكي او الموبايل البنكي، او ان انت بتزور فرع تقليدي او فرع الكتروني وتفتح الحساب. وزي ما شرحنا لحضراتكم بالتفصيل الحساب والمصاريف اللي عليه، ولو عميل جديد بتقدر تعمل ايه. لو في اي سؤال اكتبه على القناة. دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص كده على القناة بحيث تقدر تتعرف على الفيديوهات اللي موجودة على القناة، لان في كتير من تساؤلات حضراتكم اجابتها موجودة في فيديوهات عملناها قبل كده، كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعاملات العملاء مع البنوك. بنك القاهرة اعلن عن رفع شهادة البريمو اللي هي 3 سنوات، 5 سنوات، 7 سنوات ثابتة خلال مدة الشهادة.